فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل الجاني امرأة حاملا فماتت المرأة والجنين سويا، فهل على القاتل ديتهما جميعا أم يكتفى بدية الأم؟ لا، ما يكتفى، لأنهما نفسان الأم والجنين، يتحمل دية الأم ودية الجنين، وهي غرة عبد أو أمة، خمس من الإبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: الأم فيها خمسون من الإبل، والحمل فيه خمس من الإبل. نعم، 55 من الإبل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.